ما بعد يوم الطف يوم هوادة وبيوت فهر قد علا والوالها منها بنات الوحي لما أبرزت والقود بين خدورهن صيالها تعدو حفاة في العرى نسجت لها فضل المآزر والقناع نبالها ونهبن من بعد القلوب قلائدا لما أعدت للسبا أنكالها. نستقبل الآن الشابين علي وحسين أبو شكير مسبوقين بالصلاة على محمد وآل محمد. بمصابي أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كربلاء وقف إمام الحسين عليه السلام ليدافع عن القرآن قرأ القرآن وشرح القرآن لم تسمعه الأذن الغافلة لم يفهم القرآن ولم يحترم القرآن كان إمام الحسين عليه السلام القرآن الناطق. ظنوا إن قتل إمام الحسين عليه السلام سيطفئون به نور القرآن ولكن أصبح إمام الحسين عليه السلام المعجزة الخالدة عندما رفعوا رأس إمام الحسين عليه السلام على الرمح كان يقرأ القرآن فالقرآن خالد وإمام الحسين أيضا خالد. نزل القرآن على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حمل القرآن إمام علي عليه السلام وحفظ القرآن إمام الحسين عليه السلام بدمه الطاهر وسينشر القرآن إمام مهدي عليه السلام بعدله. القرآن عظيم، القرآن مقدس، القرآن عقيدتنا، القرآن كتابنا وسلاحنا ونورنا، لن نقبل بحلق القرآن، نحن حسينيون وندافع عن القرآن، نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أحد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أحد والله يا زهراء ما ننسى حسينا هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده هذا لطمنا للأبد على حسين وولاده الحق علينا يا علي والخيام حلقوها الحق علينا يا علي والخيام حلقوها الحق علينا يا علي والأطفال داسوها الحق علينا يا علي والأطفال داسوها هلا هلا حسين وين بالسيوف مقطعين هلا هلا حسين وين بالسيوف مقطعين هذا الوداع سيدي هذا الوداع سيدي هذا الوداع سيدي هذا الوداع سيدي صلى الله عليه وسلم صلى على محمد.